السلام عليكم. عايز اتكلم معاكم النهارده في موضوع افتكر ان ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه، موضوع الضغط، الضغط العالي. في حاجات كتير جدا اتغيرت في الضغط الفتره اللي فاتت في المقاييس بتاعته. الكلام ده انت جبته منين؟ جبته من اكبر المواقع العالميه، مواقع امريكيه، مواقع بريطانيه، بتقول ان مقاييس الضغط في العالم اتغيرت. بمعنى كنا زمان نقول الضغط العادي، الضغط بتاعك لما يكون ضغط عادي كويس 120 80. الضغط ده دلوقتي ما عادش كويس 120 80، لازم تفكر ان انت ضغطك بدأ يرتفع. بمعنى ان الضغط الطبيعي حاجة والضغط المثالي حاجة. خلينا نتكلم في الضغط المثالي الاول. ضغطك انت يكون مثالي، مثالي يعني احسن حاجة، لما يكون الضغط اللي فوق اقل من 120 والضغط اللي تحت اقل من 80، كده انت ضغطك مثالي. انت كده بيقولوا عليها ستيكي تو هارت. ستيكي تو هارت يعني انت صاحب قلبك، انت كده مصاحب قلبك، يعني ايه؟ انت كده كويس مع القلب، قلبك كويس كده بالطريقه دي. طيب الضغط من 120 اما يكون اقل من 120، شوفوا الكلام يا جماعه وركزوا معايا، الضغط 120 80 ده ضغط نورمال طبيعي، يبقى في فرق بين المثالي والطبيعي. خلاص الطبيعي 120 80. طيب بيقولوا بقى الضغط العالي يبدا من امتى؟ لما يكون ضغطك من 120 ل 129 فوق واقل من 80، ده اسمه elevated. elevated يعني عالي، يعني خلاص بدا يعلى اهو، بدا يبقى فيه ستيب، بيسموه في شغلنا بري هايبرتنسيف، يعني انت ضغطك خلاص بري، دي يعني قبل الضغط العالي بسنه. طيب يبدا الضغط العالي من فين بقى يا جماعه؟ من اول ما يقيس ضغطك يلاقيك من 130 ل 139 فوق وتحت من 80 ل 89، انت كده في الهايبرتنسيف ستيج 1، يعني المرحله الاولى. تاني هو 130 139 وتحت من 80 89، يبقى لما الاقي ضغطي 130 على 80 انت كده هايبرتنسف، ضغطك عالي بس ستيج 1، يعني في ايه؟ في المرحله الاولى. تمام كده؟ تمام. طيب ستيج 2 بقى بيقول لك ايه؟ 140 او اكتر فوق، تحت 90 او اكتر، يبقى 140 على 90 انت كده ستيج 2 هايبرتنسف، يعني ضغطك عالي بس ستيج 2 المرحله الثانيه او اكبر. طب ايه بقى اللي تحت كده، اللي بعد كده ستيج 3، ودي اخر مرحله، اللي هو بيقول لك اكبر من 180 فوق واكبر من 120 تحت، يعني لما الاقي ضغطي 180 على 120 انت كده بيسموه هايبر تنسيف ستيج 3، بيسموه كرايسيس. كرايسيس يعني ايه يا جماعه؟ كرايسيس يعني انت في ازمه، لازم تتصل بالكونسلتنت بتاعك، تتصل بالاستشاري، تروح تتصل باقرب ميديكال هيلث على طول قريب، يعني على طول بسرعه اتصل باقرب مركز قريب مني عشان اعرف اتعامل ازاي مع الضغط. ان الضغط انتوا عارفين انه ممكن يعمل ثلاث حاجات، ياثر على ثلاث دامج، يعمل ثلاث مشاكل عندي، ممكن ياثر على يعمل ستروك، يعمل سكته، ممكن يعمل لي مشكله في الكلى كدني، ممكن يعمل مشكله في الهارت، مشكله فين؟ في القلب. ممكن يأثر على ثلاث اعضاء، المخ برين، يعمل ستروك برين ستروك اللي هو سكته دماغيه، ممكن يعمل لي هارت اتاك، يعمل ازمه قلبيه، او ازمه قلبيه دي بتيجي برضو من الضغط، ارتفاع الضغط العالي، او ضيق في الشرايين. ممكن يعمل لي كمان كيدني فيلر اللي هو الفشل الكلوي نتيجه ارتفاع ضغط الدم لفتره طويله بدون علاج. دي مقاييس الضغط الجديده اللي لازم كلنا نفكر فيها، لازم نتعامل معاها بحذر وناخد بالنا منها كويس جدا. ما عادش حد يهمل في موضوع الضغط يا جماعه، الضغط مهم قوي، ودي المقاييس الجديده تبعا لاخر احصائيات من اكبر المنظمات العالميه في الصحه على مستوى العالم طبعا. السلام عليكم.